الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول أو غيره من الأولياء للتبرك، فهم جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون، لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك. وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم. يعني بهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول أو غيره من الأولياء للتبرك، يعني الوهابية الذين هم إذا علموا أن إنسانا قصد قبر النبي للتبرك أو قصد قبر أي ولي من الأولياء بقصد التبرك بزيارة قبره، يقولون له: أنت صرت مشركا، صرت عابدا لهذا الذي زرت قبره. وهذا منهم تكفير للمسلم بغير حق، لأن المسلم إن زار قبر النبي أو زار قبر الولي أو زار النبي في أيام النبي أو زار الولي من الأولياء، ما هو اعتقاد المسلم؟ أن الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى، ليس الولي وليس النبي. هذه عقيدة كل مسلم. وكذلك إذا زار المسلم قبر نبي من الأنبياء أو قبر إنسان صالح من الأولياء، يكون قصده أنه يرجو من الله تعالى أن يخلق له البركة، أن يرزقه البركة. البركة معناها زيادة الخير، يعني أن يزيده خيرا بهذه الزيارة. وهذا ما يحصل للمسلم المخلص في نيته لله تعالى إذا زار قبر النبي وإذا زار قبر الولي، تحصل له بركة، يحصل له زيادة خير. وهذه الأماكن، قبور الأنبياء وقبور الأولياء، هي أماكن مظنة استجابة الدعاء هناك. يعني الظن أن دعاء المسلم في تلك البقاع عند قبر نبي وعند قبر ولي يكون دعاؤه مستجابا، وهذا مجرب. أليس الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي قبر أبي حنيفة أصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله تعالى حاجتي فما تلبث أن تقضى لي. يعني يتحقق مطلوبي بالدعاء عند قبر هذا الرجل الصالح الذي هو أبو حنيفة رضي الله عنه. فزيارته لقبر أبي حنيفة، ما هي هذه الزيارة؟ ماذا أراد بهذه الزيارة؟ أليس قال: ما عرضت لي حاجة؟ يعني يكون له حاجة، يريد أن يطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، عن أبي حنيفة وعن الشافعي، يصلي ركعتين لله تعالى يصلي ثم يسأل الله تعالى، لكن عند قبر أبي حنيفة. قال: فما تلبث حاجتي أن تقضى لي، يعني يتحقق مطلوبي بالدعاء عند قبر أبي حنيفة. وهذا ما عليه المسلمون كما قال شيخنا رحمه الله: سلفا وخلفا، هذا ما عليه المسلمون من أيام الصحابة. أليس كانوا يقصدون قبر النبي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة يقصدون قبر الرسول على وجه التبرك، يعني يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم متبركين. لما حصلت المجاعة في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه، وجاء بلال بن الحارث المزني قبر الرسول، جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيارة زيارة متبرك وقاصد
أن يدعو الله تعالى عند قبر النبي برجاء أن يتحقق مطلوبه، وحصل له ما طلبه. جاء قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا بلال بن الحارث المزني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء قبر الرسول متبركا، وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام طلب هذا الطلب، قال: يا رسول الله استسق لأمتك، يعني اطلب من الله أن يسقي أمتك، فإنهم قد هلكوا. اشتد بهم الأمر، صار قحط، صار جدب في ذلك الوقت، صار شدة في المسلمين. فما هو ما الشيء الذي حصل؟ تحقق ذلك، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تحقق مطلوبه، صار مطر كثير، وصار خصب كثير، والمواشي صارت تأكل، امتلأت حتى تفتقت شحومها، وسمي عام الفتق بعد أن كان عام شدة، ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام نزل المطر. هذه الحادثة رواها الحافظ البيهقي بإسناد صحيح، يعني ثابتة، هذه ثابتة. والصحابة ما اعترضوا على بلال بن الحارث المزني، وعمر لما بلغهم ما جرى له هذا بلال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. كيس يعني أبذل وسعك جهدك في أمر الأمة. فقال: يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت. وبكى سيدنا عمر، معناه وافقه، ما قال له: كيف تأتي قبر النبي متبركا، ما قال له: كيف تأتي قبر النبي وتقول للرسول، تخاطب الرسول بما لم تجري به العادة. هل جرت العادة أن يخاطب الشخص الرسول هكذا بعد موته؟ طلب شيئا من الرسول ما جرت به العادة، ما اعترض عليه عمر. عمر بكى تأثرا أن الرسول أرسل له السلام مع هذا الشخص في الرؤية. وكل الصحابة قرروا ذلك. أبو أيوب الأنصاري لما جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه عليه، هذا ما معناه؟ معناه التبرك. ما معنى التبرك؟ طلب زيادة الخير، يعني هو يرجو من الله أن يزداد خيرا بوضع وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه لمروان بن الحكم، لما قال له: أتدري ما تصنع؟ ما كان يعرف أن هذا أبو أيوب كان ظهره له، فالتفت إليه أبو أيوب لما سمعه يقول: أتدري ما تصنع؟ التفت إليه فعرفه، قال له: نعم، أنا جئت رسول الله ولم آتي الحجر. معناه المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله. طيب، فإذا واحد قال ما دام المقصود للتبرك بالذات الرسول، لما يضع وجهه على القبر؟ لأن هذا القبر صار فيه بركة بمجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هو وضع وجهه على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، يعني معنى قوله نعم يعني أدري ما أصنع، أعرف ما أفعل، هذا معناه. قال: جئت رسول الله ولم آتي الحجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه أنت يا مروان لست أهلا للحكم، لست أهلا، أنت حاكم، أنت تحكم، لكن لست أهلا لذلك. وذكرت لكم قبل هذا أن بعض العلماء الحنابلة قالوا بالإجماع التراب الذي ضم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من العرش، بالإجماع، يعني ما فيه خلاف. من أين صار في هذا؟ من أين صار في هذا التراب أنه صار أفضل عند الله من العرش الذي هو عظيم
عند الله أليس وصف بوصف فيه تعظيم هذا العرش في القرآن الكريم؟ رب العرش العظيم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، العرش عظيم كريم مجيد، له منزلة له فضل. هذا التراب صار أفضل منه عند الله، لماذا؟ لأنه جاور جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة المسلمين، خالفهم الوهابية، خالفوا كل المسلمين، خالفوا السلف وخالفوا الخلف، خالفوا الصحابة وخالفوا التابعين وخالفوا من جاء بعدهم. الوهابية في قلبهم حقد على وجود قبر النبي ضمن المسجد، في قلبهم حقد، في قلبهم حزن، يعني لأن قبر النبي صار مكتنفا بالمسجد. هو في الأول القبر أين دفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في حجرة عائشة. حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المسلمون وسعوا المسجد، وسعوه من كل الجهات، من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، فصار القبر أين صار القبر؟ ضمن المسجد. الوهابية يقولون لا، هناك في الجهة التي يكون أمام الشخص القبر لا يصلى، لأن الرسول نهى عن الصلاة على القبر وإلى القبر. الرسول نهى عن الصلاة إلى القبر إذا لم يكن بين المصلي والقبر شيء، لم يكن حائل. الآن إذا صلينا خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، توجهنا هكذا إلى القبلة والقبر أمامنا، ماذا يكون بيننا وبين قبر الرسول؟ حيطان، يوجد حائط، يوجد حائل أكثر من حائل. هل في ذلك كراهة؟ لا، ليس أمرا مذموما. ما هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يصلي الشخص والقبر هكذا أمامه، ليس بينه وبين القبر حائل. لكن الله تعالى طمس قلوب الوهابية وحرمهم الفهم الصحيح، فهذا في قلبهم شيء على هذا، على وجود القبر ضمن المسجد. لا يعجبهم أن يصلي الشخص وقد صار القبر أمامه، ولا يعجبهم أيضا وجود القبة الخضراء فوق القبور الثلاثة. يعني لو استطاعوا أن يزيلوا هذه القبة الخضراء لأزالوها. واحد منهم هذا ناصر الدين الألباني، هذا من شيوخ الوهابية، لما سألوه قالوا له احتجوا علينا بوجود القبة الخضراء فوق قبور الثلاثة، قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر. فماذا قال في جوابه؟ قال عسى الله أن يزيلها والعياذ بالله. يعني في قلبهم شيء لوجود هذه القبة الخضراء التي المسلمون إذا ذهبوا يتشوقون للنظر إليها، لأنها فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بالفهم الصحيح، من رزقه الله تعالى الفهم الصحيح فقد رزق أعظم نعمة التي بها يعرف الإيمان. ليست العبرة بكثرة الحفظ، قد يكون الشخص حافظا مشبها. بعض الذين حفظوا أحاديث الرسول وصلوا إلى رتبة الحافظ مشبهة، أحمد بن تيمية حافظ مشبه، وغيره أيضا يوجد حفاظ يعني حافظوا آلافا مؤلفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذهبي حافظ مشبه، الذهبي مشهور هذا، حافظ ومشبه، يعني له مؤلف كتاب ألفه للتشبيه، للتجسيم، لوصف الله بالعلو الحسي والعياذ بالله، يسميه العلو للعلي الجبار. مؤلف كتاب ضخم هكذا يشبه الله تعالى فيه في هذا الكتاب. فهذا حفظ كثيرا لكن حرم الفهم الصحيح. من حفظ قليلا ورزق الفهم الصحيح أحسن من الذي يحفظ كثيرا وحرم الفهم الصحيح. هذا حفظ كثيرا لكن شبه الله بخلقه. ابن تيمية حفظ كثيرا لكن شبه الله تعالى بخلقه. الوهابية كثير من شيوخهم يحفظون القرآن الكريم لكن ما هي عقيدتهم؟ التجسيم،
أصل عقيدة الوهابية يصفون الله تعالى بأنه جسم قاعد على العرش، هذا أصل عقيدتهم. وهم كثير منهم هؤلاء من شيوخهم حفظوا القرآن الكريم، لا شيء هؤلاء، لو حفظوا القرآن، لو حفظوا بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا شيء. جاء اثنان منهم من الوهابية، من رؤوسهم، من هذه التي تسمى الرابطة، يوجد عندهم شيء يسمى رابطة العالم الإسلامي، هذه الرابطة هي رابطة الكفر والضلال، هذه وظيفتها نشر عقيدة التجسيم، نشر عقيدة الوهابية في الدنيا، يبذلون المال يعلمون أشخاصا التشبيه والتجسيم، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، ثم ينشرونهم في الدنيا ويعطونهم رواتب، يلتزمون إعطائهم المال. فجاء اثنان منهم إلى شيخنا رحمه الله لما كان في المدينة المنورة، قالوا نريد أن نقابله، وكان الشيخ رحمه الله يقرأ في كتاب، فدخلا إليه وجلسا، فبقي هو يقرأ في الكتاب، ثم قالا لبعض الحاضرين نريد أن نكلمه، سيبقى يقرأ في الكتاب، نريد أن نتكلم معه. فقال أحد أحبابنا، قال مولانا يريدان أن يكلمك. قال ماذا؟ نظر إليهما، قال ماذا؟ قال له بلغنا أنك تؤول، يعني هذه عندهم تهمة، أنت متهم على زعمهم. قالوا له بلغنا، تعرفون ما معنى تؤول؟ يريدون أنك في الآيات المتشابهة لا تحملها على الظاهر، أنت تخرجها عن ظاهرها، ليس في الآيات المتشابهة ظواهر هذه الآيات، يهم معاني لا تليق بالله تعالى، هكذا هذه الآيات المتشابهة ظواهرها تهم معاني لا تليق بالله، فكل المسلمين السلف والخلف يؤولونها، حتى السلف يؤولونها. ما معنى يؤولونها؟ لا يحملونها على الظاهر، هذا معناه. يعني إذا قال أحد أئمة السلف بلا كيف الرحمن على العرش استوى بلا كيف، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تأويلا، يسمى تأويلا إجماليا، يعني هو ما حملها على الظاهر، لأن هذه الكلمة ظاهرها يوهم معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء، إذا قال بلا كيف معناه لم يحملها على الظاهر، ماذا يسمى هذا؟ تأويلا إجماليا. التأويل تأويلان، إجمالي وتفصيلي. إذا إنسان قال أنا أترك التأويلين، أترك الإجمالية والتفصيلية في الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة، كفر. لماذا؟ لأنه يقع في تشبيه الله لا محالة. فإما أن يؤول تأويلا إجماليا، وإما أن يؤول تأويلا تفصيليا. فقالا للشيخ هذان الرجلان اللذان هما من رؤوس الوهابية، قال له بلغنا يا شيخ أنك تؤول. قال لهما البخاري أول، ماذا تقولان؟ ثبت عن الإمام البخاري الذي هو من أئمة السلف، الذي هو له هذا المسند، الجامع المسند، فقال لهما البخاري أول، ماذا تقولان؟ ما تكلم، قام وانصرفا، لأنه لا حجة لهما. هم يقولون السلف لا يؤولون، السلف لا يؤولون، هكذا يحملون هذه الكلمة ويمشون فيما بين الناس. مرة كنا في طرابلس مع الشيخ رحمه الله في سنة 1975 في أثناء الحرب اللبنانية، ذهبنا إلى طرابلس من طريق حمص، ذهبنا إلى سوريا إلى حمص، ثم من هناك دخلنا، كان هذا الطريق مقطوعا على أهل هذه الناحية. فجاء واحد من رؤوس الوهابية، كنا في بيت الحاج طه، في بيت والدة الحاج طه ناجي رحمها الله، واحد من رؤوسه من بيت الشهال، ما زال عائشا إلى الآن، فصار يجادل الشيخ في هذه القضية، يقول له السلف ما أوله، ما جاء عن السلف أنهم أولوا بالمرة. فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله بل ثبت
عن السلف أنهم أولوا تأويلا تفصيليا. فقال هذا الرجل: أين هذا؟ أين يوجد هذا؟ قال له الشيخ: لا، ليس هنا، نجمع الناس ثم نظهر لك الدليل على أن السلف أولوا تأويلا تفصيليا. فعملوا دعوة لاجتماع الناس في مكان، وذهبنا مع الشيخ، وجاء هذا الرجل وأخذ الشيخ رحمه الله الكتاب الذي فيه ذكر الإسناد عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه أول تأويلا تفصيليا، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أحمد: إنما تأتي قدرته. هذا يسمى تأويلا تفصيليا، أي تظهر أهوال عظيمة في يوم القيامة هي آثار قدرة الله تعالى. وأيضا رواية أخرى يرويها الحافظ البيهقي بالإسناد إلى الإمام أحمد، قال: احتجوا علي، الإمام أحمد قال: احتجوا علي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تجيء سورة البقرة يوم القيامة. فقال: قلت: إنما يأتي ثوابها. الإمام أحمد يقول: ما هو اللفظ في حديث الرسول تجيء سورة البقرة؟ ما هو ظاهره؟ أن سورة البقرة تأتي. هل تأتي سورة البقرة؟ لا. ماذا قال أحمد؟ إنما يأتي ثوابها. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله: يا ناس، هذا الرجل قال السلف الصالح لم يؤولوا بالمرة، وقد أثبتنا بالدليل القاطع أن السلف الصالح أولوا تأويلا تفصيليا، فهذا الرجل كاذب، شهدوا عليه أنه كاذب، شهدتم؟ فكل الحاضرين قالوا: شهدنا. فسكت وانقطع هذا الرجل. لماذا الشيخ عبد الله قال له: ليس هنا، لا نظهر لك هنا الحجة، حتى يظهر فساد حاله، حتى يظهر للناس فساد حاله؟ لأنه ما جاء طالبا العلم، ما جاء يريد معرفة الصواب، إنما جاء ليجادل، يريد أن ينصر مذهبه الباطل. عرفتم لماذا لم يقل له فورا: الدليل عندنا هنا في الكتاب، الآن نظهر لك، وهذا الإسناد موجود ورواه الحافظ البيهقي؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه عرف من حاله أنه لا يريد، ليس طالب حق، ليس طالب حق. مرة جاء اثنان من المبتدعة إلى بيته الذي في بناية القطاع، ومعهم أوراق كثيرة هكذا للجدال، يريدان الجدال، فواحد منهما قال كلاما باطلا، فالشيخ عبد الله رحمه الله رد عليه ورفع صوته ليزجره يعني. فالآخر ماذا قال له؟ قال له: يا شيخ، إنما يريد العلم، معرفة الحق. قال له الشيخ: لهجته ليست لهجة طالب علم. ما معنى كلامه؟ يعني هو لما كان يتكلم ما تكلم بلهجة الإنسان الذي يريد أن يعرف الحقيقة، إنما يجادل، يريد أن يجادل على الباطل الذي هو عليه. فقال له الشيخ رحمه الله يعني ما سكت لهذا الذي قال له أنه إنما جاء ليعرف الحقيقة ليطلب العلم، قال له: لهجته ليست لهجة المتعلم، ليست لهجة طالب العلم، هذا يتكلم ليجادل. الشخص الذي يتكلم ليجادل ماذا يفعل معه؟ يكسر، حيث استطيع كسره يكسر، لأنه لا يريد معرفة الحق. أما الذي يريد معرفة الحق يعلم، يعطى، يرشد، يقال له هذا الحق، وإذا طلب الدليل قال له هذا الدليل. أما الذي يريد أن يجادل لأجل أن ينصر الباطل الذي هو عليه، هذا له لهجة خاصة، وله معاملة خاصة، وله طريقة خاصة. هذا الوهابي الذي كسره الشيخ أمام الناس وقال اشهدوا عليه أنه كاذب، ماذا فعل؟ قام من وسط المجلس، كان يقعد في وسط المجلس، أنا كنت أقعد مع الشيخ على الأرض، وأعطاني الكتاب، قرأت ما ذكر من الأدلة. فلما كسر قام وجلس في آخر المجلس في الطرف البعيد، وصار الناس يسألون الشيخ عبد الله رحمه الله ويجيبهم كعادته بعد فراغه من الدرس. وماذا فعل من ذاك المكان البعيد بصوت عالي؟ قال: شيخ عبد الله. فنظر إليه الشيخ
قال له ذاك الوهابي: أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ قال له: خالد بن زيد. يمكن هو ظن أن الشيخ لا يعرف ما اسم أبي أيوب الأنصاري. قال: الآن أكسره أمام الناس، لأن الناس عادة لا يعرفون اسم أبي أيوب الأنصاري. مشهور بأبي أيوب الأنصاري بس ليس مشهورا بخالد بن زيد. ففورا قال له الشيخ: خالد بن زيد. ونظر إليه فقام وانصرف، خرج من المجلس. هذا لهجته، لهجة طالب علم، طالب فائدة؟ لا، ليس كذلك. يعني جاء يريد أن ينصر مذهبه الباطل الذي هو عليه، عقيدة التشبيه، عقيدة الوهابية. قال رحمه الله: والدليل على ذلك، يعني على ما ذكر من أن المسلمين يقصدون قبر النبي وقبر الرجل الصالح رجاء البركة ورجاء استجابة الدعاء، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار. هنا في الحاشية شيء مفيد، لأن الوهابية لما سمعوا بهذا، أما أقيمت عليهم الحجة بهذا، صاروا يطعنون في مالك الدار، يقولون هذا مجهول، فإذا هذه الرواية غير ثابتة، فإذا لا يستدل بها لما أنتم تقولون. ذكرت لكم قصة مفيدة، واحد من إخواننا أرسله شيخنا رحمه الله إلى شخص يشتغل بتأليف الكتب، صار ينصر الوهابية في بعض مقالاتهم، اسمه شعيب الأرناؤوط، كان يسكن الأردن مدة، فالشيخ عبد الله قال له: اذهب زره ولاطفه. هو يعرف الشيخ عبد الله من لما كان في سوريا. فذهب أخونا كما قال له الشيخ، ذهب إليه يكلمه بلطف، فهو صار يطرح ما عنده ويجادل على ذلك. فلا أذكر لكم كل ما حصل، بعض ما حصل، وصل إلى أن قال له أخونا بعد أن سأل هذا شعيب الأرناؤوط، قال له: اذكر لي عالما واحدا ذهب إلى قبر ولي من الأولياء للدعاء عنده أو للتبرك. فقال له: الإمام الشافعي. قال: ما عرضت لي حاجة، الذي قلناه منذ قليل، إلا وجئت قبر أبي حنيفة وصليت عنده ركعتين، ثم سألت الله حاجتي، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. فقال له: أين هذا؟ يمكن ما سمع بها هو. قال له: في الكتاب الذي خلف ظهرك. عنده مكتبة كبيرة فيها تاريخ بغداد، هذه القصة مذكورة في كتاب تاريخ بغداد، وأخونا يعرف أين. قال له: أرني كتاب تاريخ بغداد كبير. الحمد لله أن أخانا يعرف، فأخرج الكتاب وفتح على هذه القصة وأراه بعينه. فماذا فعل لهجته؟ ليست لهجة المتعلم. قال للذي عنده، الذي يعمل الشاي ويضيف الضيوف، قال له: انظر لنا إسناد هذه الرواية، أليس يقولون عن مالك الدار مثلا عن فلان عن فلان؟ فأخذ الكتاب وغاب هذا الذي عنده، يمكن غاب نصف ساعة، ورجع وجهه فيه حمرة معبأ يعني. فقال له: شوفي هو هذا. قال له: طلعوا كلهم ثقات، يعني زعلان يعني هو عرفته. قال له: طلعوا كلهم ثقات. قال له: بس في واحد ما لقيته. قال له: ها، إذن ليست صحيحة. فقال له أخونا: ليش ليست صحيحة؟ قال له: لأنه ما وجدناه. هذا كلام أهل العلم، إذا لم يجد معناه الرواية ليست صحيحة. فقال له أخونا: القاعدة أن عدم الوجدان ليس دليل العدم. فقال له: إيش إيش إيش؟ إنه شو عم تقول أنت، شو عم تحكي؟ أنه إذا لم تجد شيئا ليس معناه أنه ليس موجودا، إذا أنت لم تجد هذا ليس معناه أن هذا ليس موجودا، ليس معناه أنه ليس ثقة. يعني هو يظهر لكم من هذا أنه أظهر له الدليل أخونا بارك الله فيه وجزاه خيرا وكلمه بلطف، لكن هو ما كان يقبل، ثم بقي يجادله. فأثناء الكلام ماذا قال له؟ قال له: شوف، هذه بضاعتي، أنا أحقق الكتب منذ 40 سنة. هذا كلام العلماء هكذا يكون؟ تعرفوا شو يعني أحقق الكتب؟ يعني بيفتح الكتاب، هلا صار بيفوت على الكمبيوتر، سهل كتير، بيرجع وين هذا الحديث، وين مروي، مين رواه، بحط مين رواه.
هيدا الإنسان بيطلع بالكتب شو قايلين عنه، بحط مين قايلين عنه، هيدي الرواية وين موجودة، صار على الكمبيوتر كله. بالأول كانوا يفتشوا بالكتب، كتب الرجال، كتب الأسانيد، كتب بالفقه إذا مسألة فقهية، يعني شيء معروف. ما معنى قوله هذا؟ قال له: هذه بضاعتي، لا تجادلني، أنا أحقق الكتب منذ 40 سنة. ثم قال له أثناء الكلام: اذكر لي واحدا من الصالحين نفع بعد موته. فقال له سيدنا موسى. قال له: شو عمل سيدنا موسى؟ قال له: أليس هو قال لسيدنا محمد: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، لما فرض على الرسول 50 صلاة، فسأل الله تعالى فخفف عنه، وهكذا إلى أن صارت 5 صلوات. معاند. قال له: هذه نصيحة. فقال له أخونا: النصيحة نافعة أم ضارة؟ ما أنت عم تقول اذكر لي شخصا صالحا نفع بعد موته. فقال له موسى عليه السلام. قال له: شو سوى موسى؟ قال: هو الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: سل ربك التخفيف، إني خبرت بني إسرائيل، لما فرض عليه 50 صلاة. فقال له: هذه نصيحة، يعني لا يريد أن يرجع للحق، عما هو عليه إلى الحق لا يريد. فقال له أخونا وكلامه في محله، قال له: النصيحة نافعة أم ضارة؟ ولا لا يظن بها أنه سيقول ضارة، ماذا سيقول؟ نافعة، يعني هو نفع، هو عم بيقول اذكر لي واحدا نفع، فمعناه أن موسى عليه السلام كان نفع بذلك أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله: نحن نبين الحق للناس، من قبل لنا وله، يعني هو استفاد ونحن استفدنا، ومن لم يقبل لنا وعليه. نحن بينا الحق للناس، من قبل يكون لنا وله، يعني نحن نيتنا لله استفدنا وهو استفاد إذا قبل، ومن لم يقبل لنا، لأننا نوينا لله تعالى بيان الحق للناس، وعليه هو يكون خسر لأنه لم يقبل. فيقول الشيخ هنا رحمه الله: قول بعض الوهابية إن مالك الدار مجهول يرده أن عمر لا يتخذ خازنا إلا خازنا ثقة، لأنه وضعه خازنا على بيت مال المسلمين، يعني من الذي وضعه؟ عمر بن الخطاب، وعمر لا يضع إلا ثقة، فمالك الدار ثقة. وقد وثقه الحافظ الخليلي في كتابه الإرشاد. ومحاولتهم لتضعيف هذا الحديث بعدما صححه الحافظ ابن حجر لغو لا يلتفت إليه، لأن الوهابية ليسوا حفاظا وليسوا محدثين، يعني كل الوهابية ليس فيهم حافظ، وكل الوهابية ليس فيهم محدث ولا عشر محدث، ما فيهم، كل الوهابية. ناصر الدين الألباني الذي كان يعتبر شيخهم المقدم عند الوهابية، واحد محامه وقال، ذهبت إليه في دمشق، وكان في الأول في دمشق، ثم بعد دمشق سكن عمان الأردن ومات هناك في الأردن. قال: ذهبت إليه، هو يدعي أنه محدث، فقلت له: اذكر لي 10 أحاديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لست محدث حفظ، أنا محدث كتاب، يعني أقرأ من الكتاب. فقال له المحامي: وأنا محدث كتاب، كل واحد بيعرف يقرأ على مقتضى كلامك يكون محدثا، أي واحد بيقرأ بفك الحرف كما يقولون، يعني يكون محدثا، هكذا المحدث الذي يقرأ من الكتاب؟ لا. ويقال لهذا المدعي: لا كلام لك بعد تصحيح أهل الحفظ، أنت ليس لك في اصطلاح أهل الحديث حق في التصحيح والتضعيف، فإن التصحيح والتضعيف خاص بالحافظ، وأنت تعرف نفسك أنك بعيد من هذه المرتبة بعد الأرض من السماء، فما حصل من هذا الصحابي استغاثة وتوسل. بلال بن الحارث المزني، ما حصل منه يقال عنه استغاثة، ويقال عنه توسل، ويقال عنه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة متبرك، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم تجر به العادة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته،
هم ماذا يقولون الوهابية تبعا لأحمد بن تيمية؟ لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، هكذا يقولون، يعني من قد مات على زعمهم لا يجوز أن يتوسل به، ولو كان حيا لم يكن حاضرا لا يجوز أن يتوسل به على مقتضى كلامهم. وبهذا الأثر يبطل أيضا قول الوهابية إن الاستغاثة بالرسول بعد وفاته شرك، بل هم يكونون كفروا المسلمين بهذه المقالة بغير حق. وقد قال الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي إن التوسل والاستغاثة والتوجه والتجوه، لما نقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، بمعنى واحد، فنقول هذا الصحابي حصل منه ذلك، ذكر ذلك في كتابه شفاء السقام الذي ألفه في الرد على ابن تيمية في إنكاره سنية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريمه قصر الصلاة في ذلك السفر. ابن تيمية قال مقالة لم يسبق إليها من جملتها هذه المقالة، قال إذا واحد سافر بقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الزيارة معصية ولا تقصر فيها الصلاة. ماذا تقول الوهابية؟ يقولون لا تقل أسافر بقصد زيارة قبر النبي، يقولون قل أسافر بقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من المسجد، النبي أفضل خلق الله، إذا جاز أن يسافر الشخص للصلاة في المسجد أليس يجوز أن يسافر لزيارة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان خازن عمر، مالك الدار كان خازن عمر، قال أصاب الناس قحط في زمان عمر، أي وقعت مجاعة 9 أشهر انقطع المطر عنهم، فجاء رجل أي من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، معناه اطلب من الله المطر لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي أري في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقيل له أقرع عمر السلام، أي سلم لي عليه، وأخبره أنهم يسقون، أي سيأتيهم المطر، ثم سقاهم الله تعالى حتى سمي ذلك العام عام الفتق من شدة ما ظهر من الأعشاب وسمنت المواشي حتى تفتقت بالشحم. وقل له عليك الكيس الكيس، أي عليك بالتفكر فيما تركت فعله مما ينبغي لتزول هذه النازلة عن المسلمين. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر إلا ما عجزت، أي سأفعل ما في وسعي لخدمة الأمة. وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي، الشيخ عبد الله يذكر تحت رواه سيف في الفتوح كما في فتح الباري. فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، فبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركية. وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي، ويذكر الشيخ في أي كتاب، في حديث أبي هريرة أن موسى قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، فيه، انظروا ماذا يقول، استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها. أما الوهابية يدخل الشخص إلى البقيع ويكون الوهابي واقف عند القبور المشهورة فيسأله الناس قبر من هذا، فيقول لا ندري، غير معروف، مجهول، هكذا يقولون للناس. طب لما أنت واقف إذا كان مجهول غير معروف لا ندري، لما أنت واقف هنا؟ وإذا رأى إنسانا يريد قراءة القرآن يقول له ما يجوز، الرسول ما قرأ الفاتحة على القبور، هكذا تعودوا، هذا يذكرونه للناس كلما
لقوا واحد من الناس يريد أن يقرأ شيئا من القرآن على قبر واحد من المسلمين أو واحد من المسلمين الصالحين. وقال الحافظ الضياء: حدثني سالم التل قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه. أسمر مش أسود يعني، مثل الحنطاوي يعني في لغتنا، أنه لا يوجد نبي أسود. وقال له: أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله؟ فقال: نعم. والشيخ عبد الله رحمه الله قال: قبره معروف في أريحة، ذهبت إليه زرته وبت عنده ليلة. فقلت: قل لي شيئا. فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن، فانتبهت ولم أدري ما قال. فأخبرت الشيخ زيالا بذلك فقال: يولد لك أربعة أولاد. عبر له يعني هذا المنام الذي رآه، هذه الرؤيا عبرها له، فسرها له. فقلت: أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها. فقال: تكون غير هذه. فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد. انتهى الشرح. موسى عليه السلام لم يستطع أن يطهر بيت المقدس من الكفار لما كانوا مستولين عليها، بل مات قبل أن يدخلها، وقد طلب من الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. قال: يا رب أدنني من الأرض المقدسة ولو مقدار رمية بحجر. يقال يا ربي ويا رب، يصح يا رب. قال: يا رب أدنني من الأرض المقدسة ولو مقدار رمية بحجر. فلما جاء أجله قربه الله إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، جعل وفاته بمكان قريب من الأرض المقدسة. والأرض المقدسة تبدأ من الجبال التي بعد أريحة إلى بيت المقدس، وقبر موسى قبل جبل القدس. يوجد هناك بأريحة مقام كبير له أربعة أبواب: باب شرقي وباب غربي وباب شمالي وباب جنوبي، بناه المسلمون يأوي إليه الزوار. فيفهم من قول رسول الله عن قبر موسى عليه السلام: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر والذي هو قرب أريحة، الإشارة إلى أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين للتبرك بهم مطلوبة. وعلى هذا كان الأكابر، وعلى ذلك نص. وقد ذكر الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي هو من أعمدة المذهب الحنبلي أنه مما يستحب قوله عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. فبعد هذا كيف يقول بعضهم إن زيارة قبر النبي للتبرك به والتوسل به زيارة شركية؟ فما أبعد هؤلاء عن الحق. ثم إن أحد حفاظ الحديث واسمه الحافظ سراج الدين بن الملقن، هذا توفي بعد ابن تيمية بنحو 60 سنة، وهو من الفقهاء الشافعيين، ذكر عن نفسه فقال: ذهبت إلى قبر معروف الكرخي ببغداد هذا، وقفت ودعوت الله عدة مرات، فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي عندما أدعو الله هناك عند قبره. هذا معروف الكرخي من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد، معروف عند العامة والخاصة يقصدون قبره للتبرك. هذا معروف جمع بين الفقه والزهد،
وكثرة العبادة رضي الله عنه. قبره معروف في بغداد، إذا إنسان سأل أهل بغداد يعني يعرفونه، مشهور جدا. وذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم الخلال أنه قال: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وذكر عن بعض أكابر السلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحاق، وكان حافظا فقيها مجتهدا يشبه بأحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلم عنده الحديث، أنه قال، يعني هذا إبراهيم الحربي أبو إسحاق، قال: قبر معروف الترياق المجرب. والترياق هو دواء مركب من أجزاء، وهو معروف عند الأطباء القدامى من كثرة منافعه، وهو عندهم أنواع. شبه الحربي قبر معروف بالترياق في كثرة الانتفاع، فكأن الحربي قال: أيها الناس اقصدوا قبر معروف تبركا به من كثرة منافعه. وذكر أيضا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري أنه قال: سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج، ويقال إنه من قرأ عنده 100 مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وذكر عن أبي عبد الله المحاملي أنه قال: أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة، ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. وروى عن الشافعي أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة، يعني هذا الإمام الشافعي يقصد قبر أبي حنيفة للتبرك، لأنه يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت 2 ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. وقد ذكر الحافظ الجزري وهو شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث في كتاب له يسمى الحصن الحصين، وكذلك ذكر في مختصره، قال: من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين. هذا ما عليه المسلمون. جاء الوهابية خالفوا كل المسلمين، جاء ابن تيمية شق العصا خالف كل المسلمين، هذا المعروف عند علماء الإسلام: من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين. وإذا إنسان يعني نظر في كتب الفقه يقول الفقهاء من شافعية وغيرهم: ويستحب الدفن في مقبرة فيها قبور صالحين، لأن الإنسان يستفيد من العبد الصالح إن جالسه في حياته، ويستفيد منه إن جاوره بعد مماته، لأن الصالح مبارك تنزل عليه الرحمات والبركات فتحصل الفائدة. إذا إنسان جالس إنسانا صالحا يستفيد من مجاورة الصالح وهو حي يعني، فإذا مات هذا الصالح وجاوره بعد وفاته يستفيد من مجاورة هذا العبد الصالح. أليس يقصد الناس قبر الصالح ويقرؤون عنده القرآن ويدعون الله تعالى؟ إذا قرأ القرآن تنزل الرحمات والبركات، فهذا الشخص الذي هو مجاور له يصيبه من ذلك شيء، ينتفع الشخص الذي هو جاور هذا الإنسان الصالح، يصله من بركة ذلك، يستفيد من ذلك. فالفقهاء يقولون: يستحب الدفن في المقبرة التي دفن فيها صالحون، لأن الإنسان يستفيد من مجاورته لهذا العبد الصالح. وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية بنحو 100 سنة، ولم ينكر عليه العلماء إلا أن يكون بعض الشاذين الذين لحقوا نفاة التوسل من أتباع ابن تيمية، هم يتعصبون هؤلاء جماعة الوهابية بمقالات شيوخهم الباطلة. حدثني واحد من أحبابنا في طرابلس قال: كنت في مكان فإذا بوهابي هناك، فذكر له أن ابن تيمية له كتاب يسمى قضاء الصراط المستقيم،
يقول فيه ابن تيمية أن الشخص الذي يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مثابا على ذلك. فقال لهذا الوهابي: يوجد كتاب لابن تيمية، هم يقدسون ابن تيمية، يقولون عنه شيخ الإسلام، يقول فيه المسلم الذي يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك. قال: فصار يبكي، أنا ظننت أنه بكى تأثرا يعني. فقال له: أبكي، كيف يقول ابن تيمية هذا الكلام؟ حزين على ابن تيمية، أن كيف يقول ابن تيمية أن الذي يحتفل بمولد الرسول يثاب على ذلك. يقول بكى حزنا على أن ابن تيمية قال هذا، بدل أن يرجع عن غيه وفساده وضلاله إلى الحق، ويعرف أنهم في هذا الشيء خالفوا شيخهم الذي يسمونه شيخ الإسلام. ونختم هذا المقال بقول الإمام مالك للخليفة المنصور لما حج فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل مالكا قائلا: يا أبا عبد الله، مالك من السلف الصالح، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، يعني الإمام مالكا: ولم تصرف وجهك عنه، يعني عن الرسول، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. يعني استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم واطلب من الله تبارك وتعالى بجاه الرسول، ببركة الرسول، بما للرسول من منزلة عند الله، الله تعالى يشفعه، معناه يعني أنت بذلك تحوز خيرا عظيما. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ كل مسلم يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونيته صحيحة ومن مال حلال، وزيارته ليس بترك الفرائض، لا، ما ترك الفرائض، مع تأدية الفرائض زار الرسول صلى الله عليه وسلم، فله هذه البشارة من الرسول: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني المسلم الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله من مال حلال ومات على الإسلام، بشارة له أن الرسول سيشفع له. يعني إن كان مستحقا للعذاب الرسول يشفع له حتى لا يعذب، هذه شفاعة تخليص من العذاب بالمرة، يعني حتى لا يتعذب بالمرة. هذا معنى هذا الحديث، ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء. فهذا قليل من كثير مما تحويه كتب المحدثين والمؤرخين من قصد المسلمين قبور الأنبياء والصالحين للتبرك من غير إنكار من أحد منهم. فلو تتبع ما في كتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والزهاد من هذا الباب لجاء مجلدات عديدة. فكيف تجرأ ابن تيمية على تحريم ذلك وتكفير من يفعل ذلك والحكم عليه بالشرك؟ ثم كيف تجرأ على دعوى أنه متفق عليه بين العلماء؟ خبيث ابن تيمية، حتى يموه على الناس إذا ذكر مسألة شذ فيها عن المسلمين، ماذا يقول؟ ماذا يعقب؟ يقول: وقد اتفق العلماء على ذلك. هكذا يفعل، لماذا؟ حتى يتوهم القارئ أن هذه المسألة ما فيها خلاف. يقول: وقد اتفق المحدثون أحيانا على ذلك، أو أهل الحديث على ذلك، أو العلماء على ذلك، تمويها على الناس. الجاهل إذا قرأ يقول: أوف، إذا اتفق العلماء كيف أخالفهم؟ ويكون هو ابتدع هذا من عند نفسه. ولو قال هذا ما أراه وأعتقده لكان ذلك إبداء رأيه الخاص، لكنه أوهم أن هذا الذي يراه متفق عليه عند علماء الإسلام تلبيسا على الناس، وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك. يعني هذا من خبثه حتى يجر الناس إلى أن يعتقدوا ما يقول، يستعمل هذه الألفاظ. فما أعظم ما ترتب من كلام ابن تيمية هذا من تكفير أتباعه الوهابية للمسلمين لمجرد قصد قبور الأنبياء والصالحين،
وهم يعتقدون أن الأنبياء والأولياء أسباب فقط لا يخلقون منفعة ولا مضرة. فكل اسم تكفير هؤلاء المسلمين يكون في صحائف ابن تيمية، لأنه أول من سن هذا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء، وهو حديث مشهور رواه مسلم وغيره. ومن عجائب تكفير الوهابية للمسلمين ما حدثني به الشيخ أحمد ذاكر قال: كنت في ناحية بني غامد في الحجاز جالسا تحت شجرة أدعو الله رافعا يدي، فأقبل إلي واحد وقال بصوت عال: لما تعبد الشجرة؟ وهذا الإنكار منه وتكفيره له ناشئ من مجرد سوء الظن بالرجل، كفره من غير أن يسمع منه ما يقول. هو يدعو الله لكن جالس تحت شجرة في الحجاز، إذا واحد كان في وقت الحر خارج البيت أين يقعد؟ في ظل، إن رأى ظل شجرة يقعد هناك ويدعو الله تعالى. مجرد أن رآه رافعا يديه تحت الشجرة قال له: لما تعبد الشجرة؟ وحكيت لكم عن واحد من إخواننا، هو حدثني عن نفسه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه وقال ما يذكره العلماء: إني سمعت قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إلى آخر النص. ثم صار يقول ما أنشده ذاك الذي أتى الرسول ثم رأى ذاك الرؤيا التي يقول له فيها الرسول: الحق الأعرابي وأخبره أن الله غفر له. قال لي بصوت لا يسمعه غيري، يعني هو يقول في سره، يسمع نفسه: يا خير من دفنت في القاع أعظمه. الوهابي الواقف لا يسمعه، إنما رآه واقفا ويحرك فمه. فقال له: امشي من هنا. فأخونا قال لي: ما مشيت، يعني أريد أن أكمل ما أقول أدعو الله تعالى. فقال له الآخر الوهابي الآخر: ليس يكون أحيانا اثنان؟ فقال له: اتركه، هذا من أحزاب الشرك عن أخينا، وهو ما عرفه قبل هذا ولا سلم عليه ولا كلمه، حكم عليه بالشرك. لماذا؟ لأنه ليس منهم، ولأنه بقي واقفا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال عنه من أحزاب الشرك كفر، لأنه كفر مسلما بغير حق. وأكثر من واحد من إخواننا حدثني قال لي: أليس الآن يمنعون الشخص من الوقوف عند الرسول؟ إذا أراد الشخص أن يزور الرسول صلى الله عليه وسلم فورا يمشونه، لا يتركونه يقف ولا لحظة، يعني يدرك أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقولون له: امشي. فماذا يفعل إخواننا؟ يذهب يدور ثم يعود، يريد أن يعني يكرر السلام على الرسول والدعاء وتبليغ السلام، يقول: أمي تسلم عليك، أخي يسلم عليك، فلان يسلم عليك. فرآه الوهابي أكثر من واحد، ماذا قال له؟ قال له: أنا رأيتك قبل هذا جئت، لا يجوز تكرار الزيارة، كفر. الرسول رغب في أن يزار قبره عليه الصلاة والسلام، لما يقول الرسول: من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا حظ مؤكد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما يسمع قول الرسول هذا ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يزور الرسول وأن يكرر الزيارة يكرر. الرسول يقول: من سلم علي عند قبري سمعته. المسلم لما يسمع هذا يتشوق أن يسلم على الرسول عند قبره، يقول: الرسول يسمعني ويرد علي السلام، هذا شرف عظيم، حظ عظيم. فماذا يفعل إن منع من أن يقف؟ يدور ويعود، يدور ويعود، هكذا يفعل حتى يعني يستمتع بشعوره أنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله. فيأتي الوهابي يقول له: لا يجوز تكرار الزيارة، أنت ذهبت قبل هذا رأيتك، أنت جئت سلمت ثم ذهبت ثم عدت. الذي يقول لا يجوز تكرار الزيارة كفر. الرسول حض على ذلك. الرسول لما تكلم عن سيدنا
عيسى المسيح عليه السلام قال: ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي. ما معنى ولا يأتين قبري حتى يسلم علي؟ يعني سيقصد قبر الرسول عيسى عليه السلام، يقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي واحد منا إذا وجد فرصة أن يقصد قبر الرسول ماذا يفعل؟ يقصد قبر الرسول، يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا في بلد من بلاد المسلمين قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب هو الذي أشاع هذا، هو الذي أشاع أن يكفر المسلم بغير حق، يسيئون الظن بالمسلم يكفرونه بغير حق. ولم يكن هذا في بلد من بلاد المسلمين قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب في نجد الحجاز، ثم ازداد أتباعه غلوا ولا يزالون يزدادون غلوا إلى يومنا هذا. ما خفوا في الغلو؟ سمعتم بعض الناس يقولون خفوا الوهابية. لا، ما خفوا الوهابية. في زيارة قريبة زرت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا خارج، رأيت واحدا منهم معه طلاب صغار، أنه على زعمه طلاب علم، يشرح لهم في المدينة خارج قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لهم: وفي الداخل القبر الذي اتخذوه وثنا يعبد من دون الله. هكذا قال لطلابه، وهابي خبيث معه جماعة من طلابه، قال لهم: في الداخل القبر، يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الذي اتخذوه وثنا يعبد من دون الله. لا يوجد مسلم يعبد قبر الرسول، ولا يوجد مسلم اتخذ قبر الرسول وثنا، هم يسيئون الظن بالمسلمين. حدثتكم عن امرأة حجازية، هي قالت لي تلبس ما يسمى عندهم جلباب، العباءة يعني هذه السوداء الطويلة، هم يقولون جلباب عنها، تستر عورتها المرأة، تغطي رأسها وتلبس هذه العباءة السوداء، وقاعدة في الخارج وتحمل دفترا تقرأ فيه الأذكار وتدعو الله تعالى. فجاء إليها الوهابي، قال لا قومي من هنا يا حرمة. فهي بيضاء، ما عرف أنها من أهل الحجاز، ظنها شامية. فقالت له: إنه ماذا تريد مني؟ بلهجتهم عرف أنها من أهل البلد. قال لها: يا حرمة استري عورتك. قالت: فنظرت إلى نفسي، هي تقول لي نظرت إلى نفسي، قلت له: أنت إن كنت لا أستر العورة أنت كيف تنظر إلي؟ هي ساترة للعورة لكن هي كاشفة الوجه. فقال لها: أنت استري عورتك. فقالت له: إن كنت كاشفة العورة لما تنظر إلي؟ كلمته بحدة لأنها من أهل البلد يعني. فقال لها: أنا هنا أزعجكم حتى يحل لي راتبي. على زعمه يزعج الزوار والمتبركين، على زعمه قال: حتى يحل لي راتبي. فهمتم ماذا يعني؟ يعني أنه بإقلاقه للمسلمين الزائرين المتبركين يصير راتبه حلالا له، يعني يستحقه على زعمه. كفر هذا، من شدة خبثه إلى هذا الحد في الكفر، لا يستحون من الله ولا من المسلمين. هذا الذي قال هذا كافر بلا شك. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل